الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي برنامج حوار على نار، نرحب بكم في سلسلة جديدة من برنامج حوار على نار، أسئلة ساخنة عن الحق، وهي حوار على نار في سلسلة مع الداعية مزمي الفقيري وبعض دعاة التشدد. نحن الليلة بنتكلم مع داعية مشهور بالتشدد والعداء والمهاترات، ومعروف بأنه هو يعني إنسان بتاع مشاكل. الشيوخ والعلماء في السودان، بعض العلماء في السودان أطلقوا عليه لقب العصبجي والمجرحات والوهاب المتشدد، وسمعنا من بعض الشيوخ كذلك أنه الشيخ مزمي الفقيري بينفذ أجندة الدولة، ويعني دائما تلقاه دائما يعني في مواضيع يعني كلها باسم الدولة. وحقيقة للأسف أسلوبه غير دبلوماسي. يعني الدين يا جماعة دين جميل، مفروض يكون الدين بأسلوب دبلوماسي، بأسلوب وسطي، عشان يصل فكرك لكل الناس، مما جعله مكروها لدى أنصار السنة الذين نعتبرهم يعني من الناس اللي يعني بنشر الدين، وكذلك الصوفية والإخوان المسلمين. أنا ما أعرف ذات الزول ده يعني صليح منه. يعني مزمي مرحب بك، وأتمنى أنك توسع صدرك. يعني مرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحب بجميع المشاهدين والمستمعين من الداخل والخارج، ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نتمنى أنك توسع صدرك، لأن هذه الأسئلة الغرض منها إظهار الحق ولا شيء غير ذلك، وأنا ما عندي معك مصلحة ولا عندي معك أي مشكلة. أنا في النهاية داير الحق يظهر، تمام، إذا كان أصلا أنت عندك دراية عن الحق. في البداية هنسألك سؤال، نتمنى أنك تجاوبنا بكل شفافية. أنت بتهاجم من أدخل الإسلام في السودان، الصوفية، أولياء الله الصالحين، ناس نحن مما قمنا في الدنيا دي لقينا أن الصوفية أجدادنا وأهلنا، وهم اللي بينشروا الدين، وهم اللي بيقولوا لا إله إلا الله، وهم اللي دائما بيعملوا حلقات الذكر. كيف تعادي هؤلاء الصالحين؟ أول حاجة الناس اللي أطلقوا علينا عصبجي بتنفس أجندة خاصة، هم ديل جماعة أنصار السنة المحمدية وأشباه من الأخوان المسلمين، وفي النهاية دي دعاوى، وإن الدعاوى إذا لم تقم على بينات فأصحابها أدعياء. قد قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأصلا الناس بينفروا من الحق. أنا ما أدعي إنه أنا بدخل الجنة أو أنا زول صالح، ولكن أعتقد جازم أن ما أحمله هو الحق، لكن بعد ذاك أنا مخلص أو مرائي، ده شيء يعلم ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا الصوفية ما أدخلوا الإسلام في السودان، هذه معلومة كذب وخاطئة. اللي أدخلوا الإسلام في السودان هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن أبي السرح أدخل الإسلام في السودان في شمال السودان ابتدان، وكان هذا سنة 31 هجرية. وبعد ذلك الإسلام في السودان انتشر في شرق السودان وفي جزء من وسط السودان وكذا، عن طريق التجار العرب جو من الحجاز ومن كذا ومن كذا. لكن أول شيخ صوفي دخل السودان كان بعد أكثر من 900 سنة من دخول الإسلام إلى السودان، وده التاريخ السوداني المعروف. وحتى الكلام المعلومات التاريخية دي ذاتها ذكر صاحب الطبقات المعروف بطبقات وضيف الله، وضع أعظم كتاب للخرافة والشرك والدجل، ويعتقد فيه جميع الطرق الصوفية من تجانية وختمية وسمانية وقادرية وغيره وغيره. وأول طريقة دخلت السودان هي الطريقة القادرية، شيخ اسمه تاج الدين البخاري القادري البغدادي من بغداد، بدعوى تاجر في الحجاز وجزار السودان، فده أول صوفي دخل السودان، ده كان بعد 900 سنة من دخول الإسلام.
قرابة 1000 سنة ما في صوفي بالسودان، إنما كانوا مسلمين على نهج الصحابة، يعني كثير منهم. الصوفية دخلوا الشرك بالله سبحانه وتعالى، دخلوا البدع، حاربوا التوحيد، حاربوا السنة. طيب سؤال، أنت بتحارب أولياء الله صالحين اللي هم الصوفية، هم يعني ناس بيفتحوا خلاوي، أنت بتقول لي أدخلوا الشرك، ناس بيفتحوا الخلاوي، ناس يعني بيطعموا الفقراء، بيطعموا الناس. أنا اللي قدامك ده، أنا اللي قدامك ده شاهدين الأكارم في كسلة، يعني أكلت الفتة وشفت كثير من آلاف الفقراء بيطعموهم لا قرش لا تعريفة، وفي نفس الوقت القرآن والخلاوي، تجي تقول إيه أخي أنت بتبالغ كله كله. الأكل اللي بيأكلوا للناس والعمل الخير اللي بيعملوه ده عمل طيب، لكن أي عمل صالح في مقابل الشرك لا يساوي شيئا. هل الخلاوي شرك يعني؟ لا، هم الصوفية أصحاب هذه الخلاوة الصوفية وليس غيرهم، لأن عندهم شركيات بالله سبحانه وتعالى يوصل لها، وفي مقابل الشرك خلاوة دي بتساوي حاجة، ولا إطعام من الناس ولا مساعدة من المساكين المحتاجين، لأن ربنا قال عن الشرك إنه يحبط جميع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وإطعام للمساكين. وهو قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بعدين النازل ما أولي، أنت قلت الصوفية أولياء، يا حامد الكلام ده أنت جبته من وين؟ الصوفية ده الأولياء لكن للشياطين، وأنا أديك دليل من كتبهم يعني ما من رأسي. لا بس اديني الدليل، اديني الدليل ويا ريت آي عليك الله وجه الآي، أعمل زوم إن، أعمل زوم إن. طيب ده كتاب الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، وده من أعظم كتب الطريقة القادرية اللي هي أول طريقة صوفية دخلت السودان. النازل بيقولوا كلام يعني حتى إبليس ما 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 قال زيه حسب ما نقل القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النازل أولياء لإبليس وأولياء للشياطين، كل الصوفية، كل شيوخ الطرق. قال في الصفحة رقم 46 قال ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يحظى بعز ورفعة، وسري سر الله سار بخلقه، فلز بجنابي إن أردت مودتي، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن، إن قلت كن يكن، وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي. شوف قال إن قلت كن يكن، وأمري أمر الله، وإن قلت كن يكن. وده يا جماعة ده كفر بالله عز وجل، ما بعدي وما في كفر تاني، والشرك بعدي وما في شرك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنما أمره، يعني أمر الله مش أمر الشيء القادرية ولا الصوفية ولا الختمية ولا التجانية ولا غيره ولا غيره. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الأول قال ضريحي بيت الله من جاء زاره، قال ضريحه ده بيت الله ذات الكعبة الشريفة، وده كلام باطل. طيب ده نوع من الشطح يعني، أحيانا الشطح. بعدين ما في حاجة اسمها شطح في الدين في الإسلام، دي كلمة شطح دي صح بيقولها أصلوا لها الصوفية بالباطل. في القرآن ما في حاجة اسمه شطح، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما في حاجة اسمها شطح. ده ما شعر الزول ده حلق، هو كإحساسه حلق يعني حس بأنه هو قال كن فيكون، الغرض من الحاجة دي هو بيقصد أنه كنوع من التحليق والشطح ولا. نعم هو حلق، لكن حلق في الكفر، وحيرك إذا ما تاب من كلامه ده لحد ما يموت حيرك في جهنم، لأنه ربنا والله يكلم النصيحة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال عن الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب حيمشي وين؟ ومأواه النار، الله قال كده. وما للظالمين من أنصار. قال وأصبحت بالوادي المقدس جالسا على طور سيناء قد سموت بخلعتي، يعني هو عامل فيها موسى، وفي الأول عامل فيها الله قال وإن قلت كن يكن. قال وطابت لي الأكوان من كل جانب فصرت لها أهلا بتصحيح نيتي، فلي علم على ذروة المجد قائم رفيع البنا تأوي له كل أمتي،
فلا علم إلا من بحار وردتها. قال أي علم؟ من البحار اللي هو خش فيها بحار العلوم. قال ولا نقل إلا من صحيح روايتي. وده برضو كفر، لأن العلوم كلها من القرآن ما من البحار الوردة الصوفية والقادرية. قالوا على الدرة البيضاء كان اجتماعنا، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. وعاينت إسرافيل، قال عاين إسرافيل، واللوحة، شاف اللوحة المحفوظ، والرضا، وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي. أنت متأكد إنه الكتاب ده؟ أيوة. كتاب القادرية؟ دقيقة. قال وشاهدت ما فوق السماوات كلها، كذا العرش والكرسي في طي قبضتي. العرش بتاع الله والكرسي ده قال ماسكه في يده، وشاهد ما فوق السماوات كلها. هذا الكتاب ربما يكون تعرض لتحريف، يعني ده من الدار السودانية للكتب، وده دي لحقت زي ما هم بيسمونا لحقت وهابية ولحقت خمسية، دار السودانية للكتب. فاتورته موجودة. بعد ذاك ما في صوفي الآن أنكر الكتاب ده، ولا في قادري من الطريق القادرية أنكر الكتاب ده. شفت؟ قال وكل بلاد الله ملكي حقيقة، وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي. شفت كيف؟ ده كله ده كلام ذاته ما يحتاج لك كثرة. طيب بالمناسبة في حاجة مهمة جدا قد تكون في هذا الكتاب أخطاء، أنا أتمنى أن المشاهدين يراجعوا هذا الكتاب، اسمه الفيوضات الربانية في أوراد في المآسر والأوراد القادرية. أنا أتمنى أن المشاهدين يراجعوا النسخة الأصلية، أتمنى أنه دي تكون النسخة الما أصلية، ولأنه ربما الكتاب يكون تعرض لتحريف. هي دعوة لأن الناس ترجع لهذا الكتاب موجود في الدار السودانية للكتب. نمشي لسؤال ثاني مهم جدا، زيارة الغبور. أنت يعني في حاجة أنت بتقول أنه مثلا الصوفية دعاة الشرك. الصوفية ما دعاة الشرك، لما يزور القبور الغرض من الأمر التبرك. نعم، لأنه هذا القبر قبر ولي من أولياء الله الصالحين، الرجل عابد تقي كان يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك بالله أحدا، فهذا الرجل واصل وعلاقته بالله أكبر من النازل، فهم ما بيعبدوه لكن يتبركوا به لأنه هو كان رجل صالح. يعني أول حاجة ما في كتاب ده نسخة أصلية ونسخة تقليد، ده كتاب بتاع القادرية ومعروف عند شيوخهم والمدايح بيطلعوا من هذا الكتاب وأمثاله، وده الكلام اللي بيأصله للصوفية. ونحن ما لقانا يوم صوفي طلع بيان، لا في جريدة لا في راديو، مع أنه القنوات كلها مفتوحة لهم إلا من رحم الله، أغلبها مفتوحة لهم. ما بزول طلع بيان قال الكتب دي ما حقتنا، فدي حقتهم. كتب عندها أرقام إذاع، وقال لك هنا جميع حقوق الطبع محفوظة ومطبوع وين ورقم التلفونات، وهم ذاتهم بيدينوا بها الله. خلي الكتب يا أخي مزمل. الآن أنت هربت من سؤالي، أنا سألتك سؤال معين، قلت لك يا أخي النازل الصوفية لما يزور القبور يتبركوا بهذا القبر مش لأنه بيعبدوه، ما في عبادة. الآن أنت ما جاوبتني، أنا سألتك سؤال معين يعني. لا أنا ما هربت لك، أنت ما انتظرت، فده عودة للكلام الكبير عشان نحن ما ننط منه. أنت حاولت تنط من الكلام عشان الشبهة تكون قائمة للمستمع، وأنا لابد أمسح كل شبهة بديتول بتاعي. طيب فما لقانا صوفي طلع بيان قال الكتب دي ما حقته، دي كتبهم. والآن نحن نتحداهم إن صوفية تبروا من الكتب دي. إذا تبروا من الكتب ذاته مدايحهم في التلفزيون فيها شرك، هذه تبروا منها كيف؟ إذا تبروا من التلفزيون ذاته السوداني ولا غيره، محمد المنتصر الإزيرك ده الصوفي ألهم مالي وسائل الإعلام قال غير الله بيخلك في التلفزيون، والناس قاعدة تتفرج ويقول لك الغاز غلى بقى بمية جنيه، بعد شوية يكون ما في هوا ذاته. يمكن إذا النازي ما تابت وما وقفت هذا الطاغوت وهذا الداعي للكفر والشرك المدعو الإزيرك، هذا شرك قاعد يصل تقارف الكتب بس. طيب أما السؤال إنه القبور والقباب وفيها أولياء وصالحين وكذا وكذا وكذا، أصلاً النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس اللي بيشيدوا البناء على القبور أو ما يسمى بالقبة والضريح قال هؤلاء شرار الخلق عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى، ليه؟
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. كلامك ده كلام خطير جدا. لكن قد يكون بعض الناس المدفونين ما عندهم ذنب ولا قالوا سووا لنا، هم جاءوا سووا لهم، لكن الصوفية شيوخهم اللي بتاعنا الطرق ديل كلهم بيأصلوا هنا جوا، بيأصلوا ويقول لهم أنا موت أعملوا ليه كده. طيب عفوا شيخ مزمل، أنت بطريقتك دي يعني بإشعالك لهذه الحرب ضد الصوفية، أنت تقف في وجه الصوفية الذين يمثلون السواد الأعظم مما يفقدك التعاطف، وكان ممكن تلقى دعم مادي لدعوتك دي، وكان ممكن تلقى يعني وقفة من الناس، لكن بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي تدعو بها إلى طريقتك لن تجد من يقف معك، لا بالدعم المادي ولا المعنوي، ولا أنصار السنة حيقفوا معك، ولا الإخوان المسلمين ولا الصوفية، ولا حتلقى زول بعد شوية أنت ذاتك ما حتلقى من يقف معك. وأعتذر لأنه خلاص نحن زمننا انتهى، حلقتنا انتهت. مشاهدينا الكرام، عفوا الحلقة انتهت، حنخليك تجاوب في حلقة تانية، حنخليك تجاوب في حلقة تانية، ولكن زمننا انتهى. مشاهدينا الكرام في كل مكان، لكم التحية. كان ده برنامجنا حوار على نار، إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع الشيخ مزمل فقيري.